هو يفترض أن الموضوع الأساسي هو التفكير الناقد، لكن طبعا مش هنقدر نغطي تفكير الناقد في ساعتين، فاللي حنديره أني حنأكد على جوانب التفكير الناقد اللي لها علاقة بالبحث العلمي، لأن هذا في النهاية هو المستهدف الأساسي. مش عارف أنتوا فاميليار أساسا بالفكرة بالتفكير الناقد ولا عندك مش أي فكرة عليه ولا؟ أنا أخذتها من قبل أيام. أنت واخذتها كمادة؟ كمادة في الاي تي. أوكي، والباقي جديد عليكم كلكم؟ أوكي. طبعا ضروري في البداية أنوه. عارفين معنى أنوه؟ ها شنو؟ نو. أنوه يعني أشيد. أشيد إشادة. تنويه مش ذكر، إشادة. فأنا بودي أن أشيد وثمن اهتمام الجامعة الدولية بهذا التخصص. التخصص الفريد حقيقة. فريد من حيث أن يكاد يكون التخصص الوحيد الذي تحتاجه كل التخصصات الأخرى أيا كانت. ومع ذلك كل التخصصات لا تلقي بالا له، لا تهتم به للأسف يعني. طبعا في علاقة بين التفكير الناقد وبين المنطق وبين الفلسفة، فخليني أوضح العلاقة. هو التفكير الناقد اسم جديد، يعني طلع ممكن في آخر 30 سنة، لكن هو اسم جديد محترم لتخصص قديم لم يعد محترما اللي هو المنطق. كأنه هو الصورة المحدثة من المنطق. وميزته شنو؟ نتخلص من كل الرموز والقواعد اللي كانت في الواقع عائق دون تعلم المتلقي مهارات منطقية. الآن لا، التفكير الناقد هو أقرب للحياة، لمختلف التخصصات إلى آخره. ووجدوا فيه الفلاسفة وسيلة لتمرير بضعتهم التي كسدت أو بارت في الآونة الأخيرة. لكن الفكرة الأساسية بتاعت التفكير الناقد ممكن عبر عنها الحسن بن هيثم في نص قال من أكثر من 1000 سنة، نص بديع. أنا عجبني النص هذا، حنقراه عليكم. يقول: الحق مطلوب لذاته. الحق مطلوب لذاته، وكل مطلوب لذاته فليس يعني طالبه غير وجوده. يعني أي شيء مطلوب لذاته، الشخص اللي يطلبه مهمش إلا هو، هذا معناها مطلوب لذاته. والحق إيش؟ مطلوب لذاته. ووجود الحق صعب والطريق إليه وعر. والحقائق منغمسة في الشبهات. الحقائق مش قاعدة وحدها، لا، متخلطة بشوائب. وحسن الظن بالعلماء من طباع جميع الناس. دائما الناس يحسنون الظن بمن؟ بالعلماء اللي يفترض عندهم شنو؟ ايش عندهم؟ الحق. اوكي. وما عصم العلماء من الزلل. شوفوا كلمة ما عصم العلماء من الزلل، راهو جديد مش عارفينها. لما يقول لك هذا عالم، هذا فلان، هذا قالها فلان، هذه قريتها مكتوبة. لا، العلماء بشر والعلماء يخطئون. وإلا لما اختلفوا في شيء من العلوم،
لو كان محصومين من الزلل راه ما اختلفوش. وطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين، المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم. فهمت اللقطة هذه؟ طالب الحق مش اللي يقول الأقدمين قالوا، مش هذا طالب الحق. طالب الذي يتهم ظنه فيهم، المتوقف فيما يفهمه عنهم، مش كل حاجة يقروها لا يتوقف عندها، المتبع الحجة والبرهان. والواجب على الناظر في كتب العلوم أن يجعل نفسه خصما لكل ما ينظر فيه. أي حاجة تقرأها، الموقف الابتدائي معاها هو أن يشك فيها، ويحيل فكره في متنه وحواشيه، ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتهم أيضا نفسه عند خصامه فلا يتحامل عليه. شوفوا هذا يسمو فيه the reflexive aspect of critical thinking، البعد الانعكاسي. المتفكر الناقد ليس همه فقط النظر في أخطاء الآخرين، همه أساسا النظر في أخطائه هو. وطبعا هذه عملية لا نألفها ولا نحتاجها، يعني ديما نحن همنا الآخر كيف يفكر ونغلط إلى آخره، لكن نادر من فكر في تفكيرنا. والتفكير الناقد هو فن التفكير في التفكير. لأول مرة يطلب منك أنك مش تفكر، لا، أنك تفكر في تفكرك، تعاين وتفحص آليتك في التفكير. وهذا ليش طبعا عملية التفكير الناقد عملية صعبة ومؤلمة وموجعة. ليش؟ لأن تحاول أنك تنبش التراب اللي تجذرت فيه أحكامك وعقائدك. والمرء لا يحبذ أن يرى جذوره في العراء. لأول مرة يطلب منك، يقول لك تعال أنت عندك عقائد وأفكار وأحكام وطرق في التفكير، آن الأوان أنك تبحث فيهن. كنا دائما هذين أسلحة نوجه فيهن الآخرين، لا، التفكير الناقد يقول لك لا، أبدأ بروحك قبل. الغزالي يقول الحق عزيز. ايش معنى عزيز؟ الحق عزيز، ايش معنى عزيز؟ غالي. عزيز حاجتين، نادر ونفيس، هذا معنى عزيز. الحق كان عزيز، أي نادر ونفيس، والطريق إليه صعب، وأكثر الناس لا يرونه.
خلينا نبدا ما نقصوا في التفكير الناقد، يعني زي ما تقول كأن على شاطئ بحر ونبوا نبدلوا أقدامنا بشوية هيك. لا، خليني نغص شوي في البحر ونرده باش نعرفوا شنو القصة وين. اوكي، انتوا كل واحد معه ورق ولا لا؟ اوكي، هذه مرت علي من كم يوم، ديرها واحد إدراج اكتبوها. الأغبياء يجيبون دائما بالإجابة، يعني تسألهم دائما يجيبون بيش؟ بلا بلا تسأل يقول لك لا. الأغبياء يجيبون دائما بلا، نقطتين، فهل أنت منهم؟ الآن بكل واحد يفكر حدا يكتب ما يشاء، يجاوب، يعترض على السؤال، واتبر، لكن فكر في الموضوع، يعني فكر كيف تدفع عن نفسك تهمة الغباء اللي موجهة لك في هذا السؤال. يلا، stupid people always answer no. Are you one of them? كم واحد عنده إجابة يرفع يده؟ واحد، اثنين، whatever، عنده إجابة يعني يعتقد أنها إجابة مقنعة. ها، واحد، ها، اثنين، ثلاثة، نو، باقي ما عندهش إجابة؟ أربعة، لاحظوا ما عندهش إجابة معناها قبل التهمة. البواش هذينا. أوكي، من عنده إجابة أوكي، من عنده إجابة ويقنعنا بها؟ من يبدأ؟ تفضل. سؤال، هل أنت منهم ولا لا؟ أكيد مش منهم. لست منهم. أنا أستخدم. لا، استنى، وضحت بس واضحة المشكلة. واضحة هي المشكلة. لا، المشكلة أنك لما تقولي لا أنا مش منهم، نحن قلنا الأغبياء دي ما يقولوا لا. يبقى أنت منهم. هذه مشكلة، عرفتوا؟ هذه المشكلة. هذه المفارقة. هذه المفارقة، أوكي؟ عندك حاجة؟ لما نقول لا رفض او انتقاد للوقائع والافكار، مش يعني مش الاغبياء هم اللي يقولوا لا. خلينا في السؤال دائما، خلينا في السؤال، هل انت منهم ولا لا؟ نعم انت منهم، من الاغبياء، يعني قبلت التهمه. انا لست منهم، مش بقول لك ولا لا. كيف؟ أنا لست من الأغبياء. أنا لست منهم. أو بالتالي ما قلتش لا. أوكي، جميل. أوكي، تفضل. ممكن أرد يكون شيء منطقي إنه الموضوع نسبي. موضوع؟ نسبي. هو حالياً الأغبياء يجيبون دائماً بلا، يعني السؤال حيكون موجه لي. فحيكون الحكم
الحكم الذاتي بالنسبه لي لانه حكم ناقد حيكون نسبي. اجابتي الموضوع حيكون نسبي. اجابتك شنو؟ نعم ولا قبل؟ ما هي انا لما حكيت نسبي معناها ما جاوبتش لا ولا نعم. ليش؟ لانه ممكن في لحظه من اللحظات اني اكون غبي فعلا اذا كان تحليلي مش صحيح، وممكن اكون صادق اذا كان تحليلي صحيح. فلما بقول موضوع نسبي حياتي على الموقف انا عممتها، يعني اجابتي ما بقدرش احكم على حالي غبي او ذكي من روحي، لانه يعني كل انسان بيفكر فالنسبيه انا اللي قصدتها يعني. اللي حتى الان الاجابه اللي ممكن نتفاعل معها هو اللي قال نحن قلنا للأغبياء دائما يجيبون لا، فهل أنت منهم؟ شن قال؟ قال لست منهم، ما قالش لا. لا. أوكي؟ وهذه أول خطوة معقولة، لكن الإجابة هذه في الواقع ما تدفعش التهمة، في الواقع تخليني أنا نغير السؤال. من غير سؤال بحيث الإجابة هذه ما تنفعش معه. لا لا، الأغبياء دائما يجيبون بالنفي، فهل أنت منهم؟ لو قلت لست منهم أجبت بالنفي. خلاص واضح، يعني قصدي كأن حلك مش حل جذري، خلني بس نغير الصياغة والمشكلة ما زالت قائمة. شوفوا، في حاجة اسمها loaded questions، سؤال مشحون. يعني أوضح مثال له، نسألك هل توقفت عن ضرب زوجتك؟ كان قلت نعم توقف معناه كنت تضرب فيها، كان قلت لا معناه ما زلت تضرب فيها. لكن من حقك تقول استنى، سؤالك يفترض اني انا نضرب في زوجتي وانا ارفض هذا الافتراض. سؤالك مشحون، واضح لي. ايضا سؤال هذا شن قال؟ هو قال الاغبياء يجيبون دائما بلا، حنقول استنى هذا غير صحيح، احيانا الغبي لا يجيب بلا. أوكي؟ يبقى سؤالك يفترض حكما باطلا، وبالتالي أنا لست ملزما بالإجابة عليه. لماذا؟ لأني أرفض هذا الحكم. أوكي. وقع في مشكلة أخرى بالسؤال، وعلى فكرة هذه لها علاقة ببعض الأسئلة التي تطرح في الاستطلاعات. أحياناً السؤال اللي في الاستطلاع، دير استطلاع والله مسح تسأل في الناس، ويبدأ سؤالك مشحون بافتراض وما تعطيش في فرصة للي تستطلع فيه إنه يرفض هذا الافتراض. أوكي؟ يعني مثلاً تقول له النظام الفيدرالي محاولة لتقسيم ليبيا، فهل أنت معه؟ نعم أو لا؟ أنت ما عطيتش فرصة أن يرفض فكرة أن الفيدرالية تقسيم، صح؟ أنت ألزمت بها دون وجه حق. يعني هي حقيقة أنت معها ولا لا؟ بس مش حقيقة. لا لا، هي السؤال يقول أن هي حقيقة، كأن السؤال يفرض هي حقيقة أنت أيوة معها ولا لا؟ بالضبط. أوكي. وغير هيك في أحيان كثيرة مثلا يجيك سؤال يقول لك هل تعتقد أن البلاد في حالة أمن واستقرار اقتصادي؟ جاوب نعم ولا أفضل. في حالة الأمن مستتب، هل البلاد في أمن مستتب و استقرار اقتصادي؟ بهنا بنقول هي في أمن مستتب لكن مش استقرار اقتصادي، والله استقرار اقتصادي هو ليست
نعم أو لا ما تعطينيش فرصة. يبقى هذا نوع آخر من إيش؟ من الأسئلة المركبة أو المشحونة. أوكي. هذين ب 11 جنيه مع بعض. واضح؟ وهذه ثمنها أغلى من هذه ب 10 جنيه. كم هذه؟ ثانية هذين بكم؟ مع بعضهم؟ ب 11 وهذه أغلى من هذه بايش؟ بعشرة. يبقى هذه بايش؟ بجنيه. هل في ذلك شك؟ شنو الدليل على ثمن؟ لا لا افتراض. افتراض عادي. اوكي. ليس في ذلك شك وغلط. الإجابة غلط. ما تجيش لأن أنت قلت لي أغلى من 10 جنيه. يعني هي معناها كان هي كان هذا جنيه معناها مضارب لا أغلى من 10 جنيه يعني هي فوق العشرة. معناها هذا من تحت جنيه. ثمنها بيكون. مش بجنيه. هذه كم؟ أقل من جنيه. كم؟ مثلا نص جنيه مثلا. مش مثلا. ممكن يكون. ليش هذه عملية حسابية؟ ممكن ليش يكون نص جنيه؟ لا عملية حسابية قابلة لأكثر من إجابة. لا 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 هذه لها إجابة واحد والإجابة نص جنيه. أوكي أوكي إذا كان هذه أغلى من هذه بعشرة أوكي يبقى هذه بعشرة ونص وهذا بنص مع بعضنا 11 لكن كلكم جاوبتوا جنيه صح؟ بشنو الدرس المستفاد من اللغز؟ واحدة من أخطاء التفكير الناقد تصرف الإجابة وعلى فكرة 80% من طلبة الولايات المتحدة داروا عليهم خذوا عينة داروا يجاوبوا جنيه كله فواحد من أهم الاعتراضات في التفكير الناقد عدم التصرف في الإجابة ما يبدو بديهيا قد يكون خاطئا والأمثلة على ذلك كثيرة يعني توا حنعطيكم كم حكم كلكم تقولوا هذه فيها شك وكل غلط اكتب الكل أكبر من جزء الكل أكبر من جزء في حد يشك فيها أكبر من جزء ما بني على باطل ها فهو باطل فيها شك لكل قاعدة خطأ شائع خير من ايش مر عليكم هذه خطأ شائع خير من صواب مهجور ايش مر عليكم هذه مشهورة جدا احكام في منتهى البداهة ولما نقول لك بداهة ايش معناها ايش معناها بد هذا حكم بديهي لا مش بديهي بديهي غلط رأي كلمة بديهي غلط غلط لغة بديهي اوكي حتى كلمة طبيعي غلط على فكرة طبيعي طبيعي اوكي طبيعي طبع ها ترجع للطبع اي حاجة على وزن فعيلة زي طبيعة النسبة إليها في العربية فعلي بديهي بدهية بدهي طبيعة طبعي مدينة مدني أوكي مش مديني أوكي
خلينا من القصة هذه، خلينا في إيش معناها أحكام بدهية هذه؟ أول حاجة الحكم البدهي واضح للعيان النفسي. إيش معناها واضح للعيان النفسي؟ يعني اللي يسمع يصدق على طول، هذا معنى بدهي. وحاجة ثانية، يبدو أن من ينكره يقع في تناقض. لما نقول لك الكل أكبر من جزء، لما تقولي لا، نقول لك كيف يعني الجزء أكبر من الكل؟ ولا كيف بعظم؟ هذا تناقض. يبدأ الحكم البدهي شنو؟ واحد، واضح للعيان النفسي. اثنين، ها اثنين شنو؟ يبدو يبدو أن من ينكره يقع في تناقض. ثلاثة، لا يختص بعلم بعينه. يعني الكل أكبر من جزء، مش في الرياضيات ولا في الاقتصاد، في كل شيء، في أي علم. أوكي، يقابلها شنو؟ يقابلها البوستوليتس. البوستوليتس البدهية هنا هي الأكسيومز. أوكي، البوستوليتس شنو هن؟ مصادرات. جايك. لا، شوفوا البدهيات والمصادرات كلها مسلمات. وش معنى مسلمة؟ تصير حقيقة. ها؟ يعني حقيقة. نو، مسلمة. وش معنى مسلمة؟ ها؟ يعني حاجة متعارف عليها أو متفق عليها مسلمة. حكم نفترض صدقه دون برهان. يعني بمعنى متفق عليه. عشان نتفق على شيء، على شيء وعندنا عليه برهان. لا، مسلمة حكم نفترض صدقه دون حجة أو دون برهان. والمسلمات أنواع. واحد، البدهيات قلت لكم عليه توا. البدهية حتى هي حكم نفترضه، لكن عندها خصائص. شنو هن؟ أن وضوح للعين النفسي، وأن من ينكره يقع في تناقض فيما يبدو، وأن لا يختص بعلم بعينه. المصادرات اللي هي postulates أقل وضوح للعيان النفسي، مش بنفس وضوح البدهية، أقل وضوح شوية. ومن ينكرها لا يقع في تناقض، وتختص بعلم بعينه. من أعطيني مثال؟ رقم عارفين نكلم من الأمثلة. ثاني، مصادرة مسلمة، وبالتالي هي حكم نفترض صدقه دون برهان، لكنها تختص بثلاث خصائص. واحد، أقل وضوح للعين النفسي، أقل من البدهية. اثنين، قد تنكرها ولا تقع في تناقض. ثلاثة، تختص بعلم معين. تختص. أوكي، مثال، مصادرة تقليدس تعرفوها كلكم، الخطان المتوازيان لا يلتقيان. ما بني على باطل فهو باطل، مش صحيح؟ مش اللي بنيه على باطل اكيد باطل؟ نو. يعني اعطيكم مثال، افرضوا انا بنيت دفاعي عن موكلي بحيثيات خاطئة، حاولت نثبت بهن أن موكلي كان بريء، يبقى بني براءته على إيش؟ على باطل. هل معناه هو مش بريء؟ ما بلكي أنا محامي تعبان، حجي واحد آخر طلع براءته. بلاش هذه. أنا أثبت أن الله موجود استناداً على أحكام خاطئة، هل معناه الله مش موجود؟ مش بنيت حكمي على باطل يبقى هو باطل؟ نعم. شوفوا كل شيء كلنا، يعني حتى لما يقول لك نصة تكملها أنت، ما بني على باطل، أنت بروح تقول باطل ولا حتفكر في الموضوع.
وهذه مشكلة البديهيات، مشكلتها تشل تفكيرك. ليش؟ لأنها واضحة، فتقول ما تحتاجش الحجة وتدير لك مشاكل. الكل أكبر من الجزء. في حد ينكر هذا؟ الجزء يكون مثلاً عشرة، يكون جزء منها تسعة، جزء الأقل واحد، الجزء أكبر من الكل عشرة به، والجزء شنو؟ جزء واحد، عشرة أكبر من واحد. أليست الأعداد الزوجية جزءاً من الأعداد الطبيعية؟ ولا لا؟ 2 و 4 و 6 و 8 مو جزء من 1 2 3 صح؟ بهل الأعداد الزوجية أقل من الأعداد الطبيعية؟ نو؟ نفس العدد. واضحة؟ الكل الناتشرال نمبرز ككل 1 2 3 الى اخره، هل هي اكبر من الاعداد الزوجيه 2 4؟ نو، كلاهما لا متناهي، رغم ان الجزئيه جزء من الكل، يبقى عندنا الكل مش اكبر من جزء. اوكي، لكل قاعده شواذ. غلط، القاعده اللي لها شواذ ما هيش قاعده. لا، وش يقول لك اخرى؟ وهذا هو الاستثناء الذي يثبت القاعده. الاستثناء يفند القاعده، يدحض القاعده، يثبت بطلان القاعده، مش يثبتها، مش يثبت صحتها. اوكي، المهم الان خضمت عليك كم حاجه كلهن زي ما اشبه من الاحترازات، كلها قاعده تقول لك أنت إذا كنت بتفكر بطريقة ناقدة انتبه للبديهيات، راك تصدقها على طول. أوكي، احترز من الإجابات السريعة، جواب على طول. الفيروس الآخر الخطير جدا في آلياتنا في التفكير هو التناسيتي. عارفين التناسيتي؟ تناسيتي، تشبث. أكبر خطر يهدد التفكير هو التشبث بحكمك، لأنك لما تشبث بحكم معناها أنت مش مستعد للتخلي عنه مهما ظهرت من شواهد ضده. المتشبث قاعد يغلق في أي حوار. المتشبث بالفكرة، لا، في ثقافتنا الليبية نعتبر التشبث ميزة. نقول لك كيف أنت مش زمان كنت تقول كذا كذا؟ كيف غيرت رأيك توا؟ غيرت رأي، شي مشكلة، استجد المعطيات ما كنتش عارفهن. لا، فضيحة. من يتنازل عن رأيه في الثقافة الليبية يتنازل عن كرامته. وين ثوابتك؟ وين مبادئك؟ شوفوا، هذه آلية تفكير جماعية، الليبيين كلهم يفكرك. طبعا مش رأي التشبث، مش سجية ليبية فقط، بشرية. يحكوا على المفكر ينسب إليه أنه قال، جو قالوا له يا فلان رأي نظريتك، رأي الواقع يكذب في نظريتك. شن قال؟ هذا من سوء طالعه. واضحة؟ هذا من سوء إيش؟ طالع من؟ الواقع. نظريتك غلط، نظريتك ما تطبقش الواقع. يقول الواقع هو اللي غلطان مش أنا. يحكوا هي طرفة، لكن
زي نكتة ليبية بس تعطيك فكرة على قالوا له فلان مات، قال لهم وش منا من هالدخان اللي يسف فيه، قال له راهو مات في حادث ضربات السيارة في الطريق، قال أكيد كان ماشي يشرب الدخان ما فيش. أوكي، ففكرة التناسيتي خطيرة جدا. طبعا مركز العود، المناط، المدار، يعني الحاجة اللي كل التفكير الناقد يدور عليها هو مفهوم الاستدلال. مفهوم ايش؟ الشغل كلها، كل مشاكلنا في التفكير الناقد لها علاقة بايش؟ بالاستدلال. يعني دائما او في معظم الاحوال نستدل غلط وسبب المشاكل. طبعا وش معناها استدلال؟ معناها هو انك تنتقل من حكم الى حكم، ومشكلتنا انتقالنا من حكم لحكم كان خاطئ في معظم الاحوال، ومش خاطئ بس، وخاطئ ولا ننتبه الى انه خاطئ. هذا ليش نتشبث وليش؟ والاستدلال قاعد جزء من حياتنا اليومية. جزء من أنشطتنا الذهنية. تو الطبيب لما يجيه المريض، الطبيب يحق في المرض ولا يحق في ايش؟ في الأعراض، ويستدل من الأعراض على الأمراض. ولما يغلط شو بيصير؟ قد يودي بحياة المريض. القاضي لما يخش عليه المتهم يقول له حكمنا عليك 15 سنة، والله يشوف القرائن والدلائل وأقوال الشهود ويستدل منها على سجن المتهم أو غيره. ولما يغلط شو يصير؟ ممكن نعدمه شخص بريء، صح؟ وحين اللي يستدل يقود في شعب بأكمله، صح؟ الرياضيات شنو هي؟ شوف أي رياضيات هتلقاها بما أن كذا كذا إذا كذا كذا، استدلال من معطيات على نتائج. يبقى الاستدلال كنا قاعد في حياتنا وباستمرار قاعدين عرضة للاستدلالات الخاطئة. يبقى ليش التفكير الناقد مهم؟ خليني نقول لكم حجة بسيطة هكي كأنها تثبت أهمية التفكير الناقد. الحجة تقول التالي، تقول إن المعرفة قوام الحياة البشرية. إيش معنى المعرفة قوام الحياة البشرية؟ أساس. يعني تخيل إنك أنت، تخيل الآن إنك فقدت جميع معارفك، تو ما راك تعرف ولا حاجة، لا اسمك لا أنت من، لاش قاعد تدير، لن تقوى على الحياة، لن تقوى. ولاحظوا أن معظم المعارف البشرية كانها استدلالية،
يعني انت لو شفتي الحاجات اللي تعرفيهن حتجدي ان معظمها لم تقفي عليه انت شخصيا بل استدللتي عليه استدلالا. خذ اي حاجه، لو قلت لك كم عدد سكان ليبيا حتقول لي 7 مليون 7.5. بعديتهم انت؟ لا. كيف عرفته؟ والله في هيئه اسمها هيئه الاحصاء وتعداد السكان اصدرت الى اخره، وانا اثق فيهم، اذا كذا كذا. يعني الحاجات اللي انت عرفتها شخصيا دون استدلال محدوده جدا. معرفتك بانك تعاني من الم في الاسنان هذه من غير استدلال مباشر. معرفتك بطعم الفستق ما قلتش بما انك هذا اذا نعمل، لا لا ذقته وعرفت. لكن معظم معارفنا الاخرى كانها inferential، يعني تستخدم في inferences. ولاحظوا ان معظم الاستدلالات البشريه كانها خاطئه. المعرفه قوام حياتنا، معظم معارفنا استدلاليه، ومعظم استدلالاتنا شنو؟ خاطئه. والكريتيكال ثينكينج كان هو العلم الباحث في شروط الاستدلال الصحيح. طيب كنا قد هو اللي يقول لك هذا استدلال صحيح وهذا غلط. يعني to be modest خلينا نقول كثير من الاستدلالات. لا ما نحن همنا مش في الاستدلالات الصحيحة. الاستدلالات الصحيحة مش دايرة شيء. همنا في الاستدلالات الخاطئة. هذه اللي تأثر فينا وتأثر في حياتنا إلى آخره. الآن السؤال، ماذا نستنتج من هذه المقدمات؟ إذا كان المعرفة قوام الحياة البشرية ومعظم معارفنا استدلالية وكثير من استدلالاتنا خاطئة والتفكير الناقد هو العلم الباحث في شروط الاستدلال الصحيح، إذا تحليل وتعريف التفكير الناقد. طيب لما نقول لك طلع النتيجة أنت معناته بتوظف كل المقدمات. جايين هذه كان العلم استدلال عن طريق الانفرنس بس ولا عن طريق تجربه سابقه لان ترايل وايرور يعني درت هذه طلعت نتيجه لا خلينا في التفاصيل زين الحين نجيبهم بعدين نحكي على استدلال بس فعلا اي انتقال من شيء الى شيء اخر سواء انتقلت من ملاحظه او انتقلت من تجربه ما تفرقش علي مو استدللت انت تفضل كانش علمهم مبني على التلقين، كان مبني على الاستدلال. يعني في امر معين ممكن يكون مش متاثرين بالعلم اللي ممكن يكون منتشر ممكن يكون زائد. فكان الانسان لو كان مسيطر عليه بعلم او بشيء بيعتبره انه هو حقائق وهو كان زائد حيكون ساقط للتغيير. الانسان بيتلقن من خلال الاهل، من خلال الناس اللي بيتاثر بيهم. يمكن حتى يكون هذا السبب انه أو أهمية النقد، الاستدلال النقدي اللي هو بيكون ناس مميزة هي اللي بتقدر ينقد. نعم، أنت تحكي على حاجة اسمها الأوثورتي. الأوثورتي اللي هم السلطة المعرفية.
عادة اللي يخضع لسلطات معرفية يكون أقل قدرة على الاستدلال وأكثر انصياع للتلقين. أوكي. النتيجة من الكلام هذا كله أن التفكير الناقد مهم للحياة البشرية. وأهميتها شفناها بدري شوية في 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 مختلف الأنشطة البشرية. خلينا الآن ندير نقلة. الحاجة اسمها عشان نقربوا من اهتماماتكم. اللي طبعا التفكير الناقد زي ما قلت يعني حيثيات أبعاد قيم تقنيات عالم. فأنا مجرد بس اللي بنعطي فكرة عامة علي شنو هو. لكن نبي ندير نقلة توا. الحاجة اسمها زي ما قلت أقرب إلى اهتماماتكم اللي هو البحث العلمي. حاجة اسمها الحس العلمي. أو روح البحث العلمي. وعلى فكرة الفكرة الكلمة هذه راهي مهوش مصطلح مكرس. يعني أنت لو تخش على جوجل وتكتب له روح البحث العلمي مش حيطلع لك شيء. ولا تقول له شنو هو الحس العلمي يقول لك ايش تحكي أنت. لكن هي حاجة يعني فكرت فيها. والمصدر متاع تفكيري فيها هو حالة البحث العلمي في ليبيا. وراني على فكرة نحكي على البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية اللي أنا أقرب لها. ما نحكيش على العلوم الصلبة مش عارف أنتو شديرين. لكن نعرف أن من في الأبحاث الاجتماعية والإنسانية اللي سير في ليبيا كارثة بامتياز. كارثة بمعنى أنه ليس هناك بحث علمي حقيقي تقريبا باستثناءات نادرة. رغم الكم الهائل من الأبحاث العلمية التي تنجز في كل يوم في ليبيا. ولو تسأل شنو البحث العلمي في علم النفس والله في علم الاجتماع والله في الفلسفة والله في التاريخ والله في القانون اللي زي ما تقول دار ضجة والله فرق في أي مكان في العالم مش هتلاقيها. فالسؤال هو كيف. وعلى فكرة الليبيين من أكثر الشعوب العربية اللي يحكوا على المنهجية. كلها تحكي على المنهجية. كيف تحكي المنهجية والبحث العلمي وأنت ما تطلعش في بحث علمي؟ أنا مش عارف كلام هذا يسري عليكم أنت ولا لا. يسري على التخصصات الأخرى الهندسة الاي تي الطب الأسنان الصيدة منش عارف. لكن من تجربتي الشخصية مع العلوم الإنسانية ما في شيء. كيف؟ بس انت هذا قايلها في معرض الإشادة باللي سير ولا في معرض العكس؟ هذا انا مش واضح الموقف لكن انا موقفي واضح من العلوم الإنسانية. فهذا رايت من منتجات يعني طبية وعلمية وهندسية ما نعرفش عادي في دنيا بحوث ما ليهاش اي نتيجة هو ريته ولا نتيجة علمية عشان نكون منصفين
راه في استثناءات لكنها نادره. شوف شوف راهو انا يعني راني انا نسافر لدول عربيه اخرى ونشترك في مؤتمرات علميه ونحق في شغل كبير، حق في شغل في تونس وفي مصر وفي في الخليج وفي المغرب، في شغل حق فيه، في طبعا في غث وسمين، لكن نسبه السمين معقوله جدا. أنا نحق في مؤتمرات وأبحاث وصراحة كلام فاضي لا يمت للبحث العلمي بصلة. وباختصار ليس اللي تلخص كلمة there is no originality whatsoever، ما فيش أصالة، تجميع أوكي. وخش الآن الـ AI وكمل القصة، خش الذكاء الصناعي خلاص ما عادش يمسكهم شيء الآن، لكن أصالة مفيش. تماما كما أن المدرس قد يفتقر إلى الحس التربوي، صح ولا لا؟ والشرطي قد يفتقد الحس الأمني، صح ولا لا؟ الباحث العلمي قد يفتقر إلى الحس العلمي، وأنا نقول إن هذا اللي مفقود عندنا. إيه؟ بين الحس العلمي هذا إيش قصته؟ يعني كيف نتعلموه؟ كيف ألبرت أينشتاين عنده عبارة يقول فيها We should always make things as simple as possible but not simpler than that. يجب علينا دائما أن نجعل الأمور كأبسط ما تكون، ولكن ليس أبسط من ذلك. يعني يجب علينا ألا نسرف في تبسيط الأمور. وأنا أعتقد أن أي شخص يرى أنه يستطيع أن يمارس البحث العلمي دون خلفية فلسفية إنما يبسط الأمور أكثر مما يجب. أول شرط من شروط البحث العلمي خلينا نسموها شنو؟ philosophical background. طبعا حنقول ايش؟ حنقول خلفية فلسفية، مش مكينة، مش قوية، لكن حد أدنى خلفية معقولة. وهذه اللي حنحاول نغطيها الآن أو نعطيك مؤشرات لها. برضه ألبرت أينشتاين يقول إن أقدر من لقيت من طلابي هم أولئك الذين كانت لديهم خلفية فلسفية. وطبعا الإحساس العام خاصة في الكليات العلمية إن موضوع هذا ما لناش أي علاقة به. معظم أو كل البحاث نحكي عليه المحليين يعتقدون أنهم يستطيعون أن ينجزوا أبحاث علمية
دون أن تكون لديهم أي خلفية فلسفية، ونعتقد هذا غير صحيح. وبالتالي أنا قاعد نتهم فيكم، قلكم أنتم كلكم تقولون إحنا بحاث وندور في أبحاث علمية ورصينة إلى آخره، لكن الفلسفة دي ما يعرفوش بك. أنا أقول لك ما تقدرش. وخليني نثبت الكلام هذا، خليني أعطيكم أشياء هن في الواقع ذات طابع فلسفي، وحنسألكم عليهم وحتقولي والله ما نعرفونش، ونقول لك هذا أساسي للبحث العلمي. Okay. What is science؟ جاوبوا هاي، عرفوا لي العلم. لا لا لا، كتاب باش نعطي فرصة للناس يفكروا الأرواح. أنتم مش بحاث علم، بهيك شنو هو العلم؟ واحد، شنو أهداف العلم؟ اثنين، خلينا نكتب السؤال هذا، أعطوني أجوبة هاي. يفترض أنت تمارس في نشاط، صح؟ تبقى عارف شنو هو، تبقى عارف تعريفه. فخلينا نسمع تعريفات منكم. لا 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 لا، حتى لا نصادر حق الآخرين في التذكير. وعلى فكرة توا رقم أنتو قالوا لي 16، هذوم 16 اللي من أساتذة الكلية كلهم اللي قالوا والله عندنا رغبة نحضر التفكير ناقد. يبقى عندي هذا التوجه المبدئي نحو الفلسفة. يبقى الآخر اللي يقول هذا الشيء يحكي، هذا بالتأكيد حيكون وضعه مش أفضل منكم، صح؟ معليش راهو كلامي أحيانا يكون صادم شوية، لكن راهو قد الصدمة راه اللي تأثر. فاهم هذا ليش ما يبيش يجي يحضر؟ ها؟ فاهم، عارف هذا ليش ما يبيش يجي يحضر؟ لا أعتقد خليها نعطوها، يسموا فيها benefit of doubt، هذه فضيلة الشك، نعطوه فضيلة الشك. لا لا لا، أنا لا أتهم أحدا، لكن اللي بنقول زي ما تقول بصفة عامة. وراهو جماعة نقول في الكلام هذا ومش شماتة، راني نتألم بروحي، يعني في النهاية هذه بلادي وبدي أنها تكون غير هيك. أوكي أوكي، حد يعطيني تعريف للعلم؟ على الإدراك والبرهان، هذا تعريف أرسطو. أولا مش هذا تعريف أرسطو، وثانيا أنا ما نبيش تعريف أرسطو، نبي تعريفك أنت. المعرفة أنا عندنا هي المعارف والمعلومات. شكرا. أوكي غيره، حد تاني فضل حاول. النظر؟ لا شوف، لما تقولي النظر العقلي، اوكي، ليش حنعترض؟ حنقول لك به والفلسفه شني، مش حتى نظر عقلي؟ نو. في فرق بين ساينس وفلسفه، حنجيبها بعدين. تفضل. يعني هي الملاحظات، هي تأصيل الملاحظات. أنا شوف راهو أنا من السؤال هذا نبي نبين أن كأن الموضوع أول مرة يناقش، صح؟ أول مرة تفكر فيه، بدينك قاعد
تنسج في الأفكار الآن. وهذه رأي غريبة، يعني واحد يمارس في نشاط وحتى ممكن يعتبر نفسه أن من الأثوريتي أو من الثقاه اللي فيه ومش عارف شنو هو، هذه مشكلة صح؟ خليني نقول كمان تعريف، أوكي؟ نشتغل باش بنخطني، أنا عرفت بنخطني خطوات. أول حاجة ساينس، في فرق بين الساينس والساينتست. العلم ما هوش علماء، العلم ما هوش كتابات، العلم ما هوش معامل. بالعلم شنو؟ ها؟ العلم، العلم معارف. نو العلم مش معارف. العلم، العلم خبرات. نو ها؟ العلم قابل للتعليم، هو يكتسب ويعلم. بس شنو هو اللي يكتسب ويعلم؟ شنو هو؟ What kind of entity؟ العلم facts؟ نو. العلم activity، هذه أول كلمة. لاحظوا أن كلمة activity كأن هذا العالم قدامي، هذا العالم كله ليه تطلع في هذه؟ هذه activity؟ لا لا لا، هذا مش علم، هذا مش علم. طاولة هذه مش علم، نحن مش علم، طلع عن كلنا ذينا. لأن راهو فكرة التعريف هي زوم إن أكتيفيتي، وبعدين تبي تقول به what kind of activity، لأن في أكتيفيتي أخرى غير العلم. شنو الأكتيفيتيز الأخرى غير العلم؟ كذا قولوا لي، هل الإنسان يمارس في أنشطة أخرى غير العلم؟ ها وظائف، ها وظائف الجسم. الفن نشاط ولا لا؟ الدين، الأدب، الشعر، كرة القدم، كل الأنشطة. أوكي؟ يعني حتى لو نقول لك شنو هو الشعر، ما نقولش الشعر دواوين. نو. ولا الشعر شعراء. لا، هو نشاط. نشاط يمارس وفق معايير بعينها. ردوا العلم، العلم is an activity. What kind of an activity? It is mainly an what? نشاط إيش؟ قل لي كلمة واحدة. Proactive. ها؟ Proactive. ذهني. Okay. More specific. Epistemic. معرفي. قلت يا ما تنطقش سوري. It is an epistemic activity. اوكي. العلم نشاط ايش؟ معرفي. قبل ما نكمله حاجينا السؤال، ايش معناها معرفي؟ يلا اكتبوا. ايش معنى معرفي؟ مش كلنا نحكوا عن المعرفة ويجب أن نكتسب المعرفة، إيش هي أصلا؟ وخلينا نقولها بطريقة أخرى، هل في فرق بين المعرفة والعلم؟ والله عمركم ما فكرت في الموضوع هذا. معرفة ما توافق عليه الناس. معرفة المعروف هذا شيء معروف. المعرفة تأتي بالاستدلال،
المعرفة علم وليس كل علم معرفة؟ كل معرفة علم وليس كل علم معرفة. أكيد other way around. ممكن هن both are wrong لكن الأخرى أقرب. ممكن المعرفة هي passive لكن العلم مش passive. معرفة passive. ايش معنى فاسف؟ كيف ايش قصدك؟ يعني ممكن انت تجيك معلومه مش تعرف واش مش كيف العلم انت بتدير اكتيفيتي مش توصل تكتسب العلم. وليش انا مش ممكن نحصل على علوم من غير ما نشد روحي كتاب قدامي نقرا فين؟ يعتبر انت درت اكشن لو قريت كتاب. وحتى المعرفه ممكن نعرف اشياء بين نقراها. شوفوا للمعرفة ثلاثة شروط. Knowledge is justified through belief. Justified through belief. المعرفة اعتقاد. صادق مبرر. خلينا نأخذه بالوحدة عشان نأكد لكم أن هذه هي المعرفة. تعالوا بليف. If you don't believe then you don't know. إذا كان أنا شاك في أن الأرض كروية إذا أنا لا أعرف أن الأرض كروية صح ولا؟ الحد الأدنى من المعرفة أقل شروطها أنك تعتقد في الأمر. إذا كان أنت شك فيه يبقى ما تعرفاش. أنا شك أن بكرة أنا أعتقد أن بكرة عطلة. لا أعتقد. إذا أنا لا أعرف أن بكرة عطلة باختصار. أوكي. اثنين، كي تعرف يجب أن يكون اعتقادك صادق. إذا كان اعتقادك كاذب فأنت لا تعرف مهما كانت شدة اعتقادك. إذا كان أنا أعتقد أن بكرة عطلة وبكرة مش عطلة يبقى أنا لا أعرف أن بكرة عطلة. واضح؟ يبقى حتى الآن عندنا شرطين أساسيين لأي معرفة. شنو هن؟ بليف وتروث. هل يكفيان؟ هل كوني أعتقد في شيء وتصادف أنه صح من هنا عارفة؟ نو no. تحتاج إلى أديل أدلة. شفتوا وين جالس الدار؟ به أدلة قوية ولا قاطعة؟ قاطعة. مش قوية تكفي؟ يعني إذا كان أنا أعتقد في الشيء وهو فعلا صادق وعندي عليه أدلة قوية هل أنا أعرف ولا ضروري تكون أدلتي قاطعة؟ قرار عطلة. ها؟ قرار عطلة بدليل قاطع مثلا. لا خلينا نعطيك مثال يبين أن حتى الأدلة القوية لا تكفي. نحن كم؟ نحن 20. كأن امتحان طلعت النتيجة كل كم نجحت إلا واحد. هل تعرف انك نجحت؟ نو no. مع ان ادلتك قويه جدا انك نجحت. 19 من 20 نجحوا. واضح؟ شفتوا كيف المعرفه باهظه الثمن؟ ان الادله القويه لا تكفيها. تمام. تعالوا للعلم توا. هل تتوفر فيه هذه الشروط؟ خلينا البليف. هل العلماء يعتقدون في صحة نظرياتهم؟ نعم. بهل نظرياتهم صحيحة؟ شكرا. درعنا أفطنوا هنقول لكم ليش درعنا. تعالوا للثالث. هل أدلة العلماء على نظرياتهم قاطعة؟ لا نيفر.
نيفر. وبالتالي هل العلم يشكل معرفة؟ ها؟ نو. ينتج عنه معرفة. ولا ينتج ولا يشكل. طبعا قول لي كيف اما لا، اذا كان العلم مش معرفه معناها من هو اللي معرفه؟ صح؟ يقول لك لو مش اتفقتوا معايا بدري ان المعرفه لها ثلاث شروط، وان واحد من شروطها ان ادلتك تكون قاطعه. هل ادله العلماء على نظرياتهم قاطعه؟ نيفر. يبقى اذا تحرينا الدقه لا نستطيع أن نقول إن العلم ينتج معرفة. ولكن طبعاً حكم مفاجئة وصادم، لكن رأوا هذا الطابع الظني في العلم هو الذي يميزه عن الأنشطة الأخرى. رأوا تحسبوا يقينية العلم هي اللي تميزه؟ نو، ظنيته اللي تميزه. استعداد المستمر للتخلي عن فرضياته في حال اكتشاف شواهد مضادة، هذا العلم الحقيقي. تسمع هذا العلم، هذا حقائق علمية، فيش حاجة اسمها حقيقة علمية ثابتة غير قابلة إطلاقا، ما فيش عبر التاريخ. بما في ذلك، وهذه أكثر صدامية، بما في ذلك الرياضيات. لكن هذه خلوها على جنب. به هل عندي أدلة على أن أدلة العلم مش قاطعة؟ عندي أدلة كثيرة. واحد، لو كانت أدلة العلم قاطعة فلماذا تتغير النظريات باستمرار عبر التاريخ؟ شوف تاريخ أي علم، كل مرة في نظرية مسيطرة. إذا كان هذه نظرية أدلتنا عليها قاطعة، ليش نغير فيها؟ واحد. اثنين، في حاجة اسمها الاندكتيف ليب، القفزة الاستقرائية. دائما أدلتنا على أي فرضية علمية أدلة استقرائية ناقصة. يعني احنا نقول المعادن تتمدد بالحرارة ولا لا؟ ومنتهي الموضوع. سؤال، كم معدن شفناه؟ كم معدن جربناه وقلنا يتمدد؟ 1,000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 ,
اوكي يبقى ادلتنا دائما فعلا قاصره. صادم شويه. لا بس خليني عدله شويه. اوكي على الرغم من ان ادله العلم، يا ريت تكتبوها لي، على الرغم من ان ادله العلم على فرضياته او نظرياته ليست قاطعه بين قوسين، وبالتالي فإنه لا يشكل معرفة، وبالتالي فإنه لا يشكل معرفة، ليس هناك نشاط بشري أحرص من العلم على قطعية أدلته. صح هو أدلته مش قاطعة، لكن يعمل جاهدا على التأكد من قطعية أدلته. هذا ليش قاعد يجرب ويختبر إلى آخره. أوكي؟ ولاحظوا في عبرة مهمة جدا من هذا المفهوم للعلم. في عبرة مهمة جدا. إذا كان العلم بكل انضباط المنهجي، كل تجاربه، كل ملاحظاته، بكل دقته عاجز عن إنتاج معرفة يقينية، ما لشان وضع الأنشطة الأخرى؟
اللي ماهيش علميه واللي قاعدين نتشبث بها تشبث يقيني. هذا هو السؤال اللي يثير هذا التعريف للعلم. اوكي، ساينس از فانكشنالي اند ميثودكلي كاركترايزبل ديسيبلين. العلم نشاط قابل للتمييز الوظيفي والمنهجي. اكتبوا هذه. العلم كنا نشاط معرفي بين قوسين، يعني معرفي بالمعنى اللي قلناه بدري، كنا قابل للتمييز الوظيفي والمنهجي. ايش معنى العبارة هذه؟ لو سألتك شنو أهداف الفن؟ قد نختلف. لو سألتك شنو هن مناهج الفن؟ قد نختلف. يعني تعالوا للرسم مثلا، شنو أهداف الرسم؟ هل في هدف محدد للرسم؟ للوحات؟ موضوع خلافي. بهل في طريقة معينة الرسم؟ في التكعيبية وفي التعبيرية وفي الانطباعية مدارس، وكل واحد من حقه يرسم بالطريقة اللي يبيها. تعالوا للدين، هل الدين اللي هذا يحدد هدفه من عنده؟ لا، هدف الأساسي من الدين مرضاة الله لدخول جنته مثلا. بشنن مناهج الدين للوصول لهذه الغاية؟ هن الطقوس والعبادات. هل الطقوس والعبادات نختار فيه نحن نقول لا والله المغرب من بيش ثلاثة نبي أربعة؟ لا، يبقى الدين فانكشنالي، يعني وظيفته محددة، أساليب محددة. شفنا الآن نشاطين مختلفين، نشاط أهدافه محددة ومناهج محددة الدين، ونشاط اللي هو الفن لأهداف محددة ولا مناهج محددة. بالعلم هنا ولا هنا؟ الإجابة العلم هنا، عنده هدف محدد وعنده مناهج محددة للوصول إلى هذا الهدف. بشنو هدف العلم؟ هدف النشاط اللي تمارسه فيه، دراسة حقيقة معينة، دراسة ظاهرة معينة، إثبات الحقائق، إثبات الأدلة. ممكن نيو منهج. نولج. هذا منهج نيو نولج، تحسين الحياة. ها؟ تحسين الحياة إطلاقا. لا لا استنى، إطلاقا العلم لا علاقة له بتحسين الحياة، تقنية لها. العلم لا، ولو قلت العلم هدفه تحسين الحياة حنقول لك وهدفه أيضا تدميرها. لأن أيضا درنا كوارث ولا لا، واللي درى القنابل إلى آخره. أوكي، لا العلم ما ليش علاقة. إجابة على الصفة الظنية. ها؟ إجابة على الصفة الظنية في حاجة أقرب واجد الكام يعني. دراسة ظاهرة أو حقيقة معينة. ليش؟ للفهم، باش بتوصل لفهمها وتفهم أسباب حدوثها كذا. في كلمة أخرى غير فهم. حقيقة مطلقة جديدة. تفسير. تفسير الظواهر. هذا الهدف الأساسي للعلم. To explain what phenomena. هدف العلم تفسير الظواهر. واللي هدفه من ممارسة العلم حاجة أخرى راهو ماهوش عالم، راهو كان يدير في أبحاث عشان الترقية، راك لا تمارس في العلم، لا دير في حاجة أخرى. أوكي، تفسير الظواهر هو الغاية الأساسية. ما تضيفش معلومة جديدة دكتورة؟ ما التفسير حيعطيني معلومة جديدة؟
اوكي. به شنو منهج في الوصول لهذه الغاية؟ المنهج ايش؟ اي منهج نستخدمه فيه باش نصلوا باش نفسروا الظواهر؟ غلط. هذه إجابة جماعتكم. لا استنوا، قال لي في النقطة هذه اللي يقول لك المنهج التجريبي هو مجموعة من العلوم الدقيقة، لأنه قاعد يجرب هو، وبالتالي العلوم الإنسانية مش علوم، ما يجربوش، صح؟ وهذا هو مصدر النظرة الدنية للعلوم الإنسانية اللي قاعدة مضمرة عند كثير من جماعتكم. تيم انا طبيبنا وهنا انت شنو ادب ما ادب ها طب شوي قلت لي فلسفه مش علم نعم هو قلت لي بينما الفلسفه هي حسب تحسب كلامك انها من العلوم الانسانيه لا قلت لك العلوم الانسانيه النظره الدنيا للعلوم الانسانيه مش ما بنقصدش لك يعني قبل شوي يعني فلسفه لا شو شوف شوف لو نحن نحكي عن الساينس هو العلوم هذا مفهوم هذا المفهوم الشائع والخاطئ للعلم اوكي تفضل يمكن هذه الاشكاليه تفسير العلم ان كل الناس يعتقدوا ان هم عندهم علم والبديله لا لا راهو جماعه العلوم الانسانيه ما يعتقدوش هكي يعني عمرهم ما قالوا نحن علم نحن العلم وراهو الكيمياء وهني مش علم عمرهم ما قالوها انت اللي تقولوا فيها انت حيز لا انت حيز احنا بنحكي بشكل عام بشكل عام فعلا يعني الواحد لما بيسمع حتى عبر التاريخ او بيسمع كذا بنسمع انه يعني في مثل بسيط بيقولوا وزعوا الاموال على الناس ما حدش رد برزقه ووزع الحقول على الناس كل واحد رد بعدله لانه يعني انا بحكم فعلى المبدا هذا كل انسان عنده علم يعني انا في مجالنا كهندسه عندنا علم خليني في حكايه هل المنهج العلمي تجريبي اللي جاب لا هندسيا لا خليني كمل الفكره خليني كمل الفكره اوكي يعني راهي مفصليه في فهم وات از ساينس مفصليه في الحد من هذه النظرة الدولية للإنسانيات والاجتماعيات اللي قاعدة عندنا راهي مش ثقافة ليبية العربية ديما أدب يقول لك هذا مجموعة الدش تقال دائما يعني أوكي. شوفوا عشان نصل للفكرة ضروري نعرف حاجة اسمها راشوناليتي عارفين الراشوناليتي؟ ها؟ يعني العقلانية أو أوكي. سؤالي كالتالي: ما الذي يجعل التصرف عقلاني؟ يعني شنو المعيار اللي على أساس نقول والله هالرجل هذا تصرف بحكمة وعقلانية؟ على أساس؟ فكر شوية. فكر شوية. تذكروا أول درس قلناه اليوم شنو؟ نراه الإجابة السريعة دي ما غلط. عطي روحك، عطي هذا فرصة يفكر للروحة. فكر شوي. ما الذي يجعل السلوك أو التصرف وجيه عقلاني حكيم؟ مش مهم الصفة شنية. جدير بالتقدير. شنو اللي خليه؟ الناتج عنه. كيف؟ تصرف حكيم ومثلا عندي موظف او طالب تصرفت كان عنده ظرف او كان عنده تصرفت معاه مثلا دخلت الامتحان بدري او قدرت ظرفه هذا يعتبر حسب الموقف او حسب شوفوا اذا كان نبي نقول تعريف لما نقول لك عارفه مفهوم اصحى تورطي في انك تحكي على حاله تعريف معناها يسري على اي تصرف عقلاني. تو من الكلام قلتيها كي هل نقدر نطبق على حاجه اخرى؟ مش واضح، اوكي؟ ها فكر شويه. ها عقلاني جاي من عقل يعني معناها كان في شيء منطقي وكان شيء قابل اوكي هذا النوع لا خلينا نعلق على كل تعريف باش نستفيدوا.
السلوك العقلاني هو السلوك المنطقي. اوكي، هذا هذا النوع من التعريفات لا يجيب عن السؤال بل يؤجل الاجابه عنه، لان حنقول لك ومتى يكون السلوك منطقي؟ يقول انت لا شيء، نقول فسر الماء بالماء. لا، انت التعريف لا يعني تعطيني مرادف. نو تبي تعرف لي معناته تعطيني مؤشرات بحيث نقدر نطبق على الحالات. تقول لما تقول لي التعريف العقلاني منطقي، يقول لك باهي توا هذا تصرف قدامي، كيف نعرفه منطقي ولا لا؟ يبقى سؤالك سؤال ما جاوبتش عليه. التفكير الحكيم ولا التفكير العقلاني؟ نفس القصة. لا نحكي لك، نحكي لك، قلت لك التفكير الحكيم ولا العقلاني اللي هو ما يعتمدش عليه يعني اعطائي في رأي معين شيء بسرعة، يعتمد عليه نبني رأيي أو تفكيري عليه خبرات سابقة، معارف سابقة، يعني شيء هذاش مثلا يميز مثلا يقول واحد طائش أو واحد غير واحد حكيم، على شنو أساسا أنت حكمت عليه حكيم وأرأى حكيما؟ إن هو ما يقولش رأي معين من عضلتي، لازم يقول رأيي في شيء معين استنادا إلى من شروط التعريف، من شروط التعريف أن يكون مكثف في جملة واحدة. محدد واضح. لازم تجتمع في الشروط. أها. اللي هنا الإعطاء الوقت لازم عشان تطلع بنتيجة عقلانية، وفي نفس الوقت ترجع للخبرات السابقة. أنا حنعطيكم تعريف. أوكي. التعريف هذا غلط. لكن قولوا لي ليش غلط؟ لكن لاحظوا انه واضح ونقدر نطبق على اي حاله. السلوك العقلاني هو الذي يحقق هدف صاحبه. شوف واحد هدفه انه ينجح في الامتحان، اوكي، هذا هدف الوحيد، وغش ونجح، هل هذا سلوك عقلاني؟ ها؟ استنى، هل هذا سلوك عقلاني؟ نعم. بناء على التعريف نعم. مش اخلاقي، قصة اخرى. هذا اول خلط في اذهاننا بين اخلاقي وعقلاني، ما تخلطش بينهم. هو دمر المستقبل بس. ها؟ استنى، أنا قلت لك هدفه أفطن هدفه إنه ينجح. هو مش هدفه إنه يضمن مستقبله. لو هدفه يضمن مستقبله نقول له لا غير حكيم. لا، افتراضنا أن هدفه فقط إنه ينجح. أوكي، خلينا نقول لكم، أو خلينا نقول السؤال هذا بصفة عامة، هل تحقيق السلوك لغاية صاحبه يضمن أنه عقلاني؟ الإجابة لا. ليش؟ قد يحقق المرء غايته دون أن يكون سلوكه عقلانيا، وقد لا يحققها ويكون سلوكه عقلانيا. أعطيكم مثالين. أنا هدفي أني بنصل الروما بأسرع وقت ممكن. مشيت المطار، قولي في رحلتين، وحده طالعه تو دايركت الروما، ووحده تبي تمشي الروما عن طريق ايش؟ تونس. شنو العقلاني؟ السعر مش فارق علي انا، لكن اللي بنصل بسرعه. عقلاني لما ناخذ ايش؟ روما. افرضوا لما خذيت روما اختطف الطياره في الطريق ومشت مدغشقر قعدت 3 أيام، حققت غايتي؟ سلوكي عقلاني؟ نعم. أفطن عقلاني رغم صحيح الآخر صل قبلي. طيب، يبقى هذا يثبت أنك قد لا تحقق غايتك ويظل سلوكك إيش؟ عقلاني. يحدث أيضاً العكس.
بالحكمة والعقلانية أنك تذاكر للامتحانات ولا لا؟ أفرض ذكرت ورسبت، هل معناها مذكرتك غلط؟ سلوكك مش عقلاني لما ذكرت؟ لا. يبقى قد يكون السلوك عقلاني، مذكرتك عقلانية رغم أنك ما نجحتش، رغم أنك ما حققتش الغاية. السلوك يكون عقلانيا إذا كانت فرص تحقيقه لغاية صاحبه أكبر من فرص تحقيق أي سلوك آخر. قاعدين عوده. أنت هذا هدفك، هذا هدفك، هذا اللي تبيه، تبي تنجح مثلا. قلنا نفترض أن هدفك أنك تنجح فقط، لا تقول لي مستقبلك، لا تقول لي أوكي. نقول لك شوف، باش تنجح في المادة هذه في عدة وسائل، واحدة منهم أنك تذاكر، الأخرى أنك تغش، ثلاثة أنك تدير صداقة مع الأستاذ، وتبر كم بديل باهي. وين السلوك العقلاني في هذين؟ حنقول لك مذاكرة. ليش؟ لأن فرص أنك تنجح لما تذاكر أكبر من فرص أنك تنجح لما تغش، وأكبر من فرص أنك تنجح لما تدير علاقات مع أستاذك. واضح؟ أوكي. ما علاقة هذا بالعلم؟ نو. شنو هدف العلم؟ تفسير الظواهر. أهو تفسير الظواهر. بشنو البدائل المتوفرة للعلم؟ شنو البدائل المتوفرة للعالم باش يفسر الظواهر؟ واحدة منهم يحط كراع على كراع ويبقى يتأمل. وهذا ما داروا جماعة الأساطير زمان، كانوا يفسروا بالظواهر حتى هم. لك كيف يفسر فيهم؟ يلاحظ لا لا لا، قاعد تخيل. يبقى كأن المنهج الأسطوري هذا واحدة من الوسائل اللي كنت تفسر فيها. باهي في منهج واحد آخر هو التجريب. ظهنا تمام. باهي قانون بين التجريب وبين الأسطورة. أين اللي عنده فرصة أكبر أن يفسر؟ العلم ولا الأسطورة؟ أكيد العلم. هل يضمن العلم أن يفسر؟ لا. ممكن تطلع لي نظرية غلط. لكن فرصة في أن تطلع لي نظرية صح تفسر الظواهر أكبر من فرص من؟ جماعة الأساطير. أوكي؟ تعالوا الآن للي يقولوا العلوم الإنسانية ما هيش علوم، لأنك ما تجربش. نقول له تعال، راهو اللي متاح لك أنت من سبل المنهجية مش متاح لي أنا. راهو أنا مش قاعد نختار بين نجرب ولا ما نجربش، أنا ما نقدرش ناخذ إنسان ونجرب عليه. إنسان عنده كرامته، قداش نحطه في معمل ونعامله زي الفيران زي ما تعاملوا في الفيران أنتو. واضح؟ باهي شنو البدائل اللي عندنا؟ هذا بديل مسكر. بديل الآخر تجريب، أني نلاحظه، أني ندير له استبيان، ندير معه مقابلات، أن ندير له اختبارات، هذا حدي. خلاص هذا هو منهج العلم. مش أصبحت هذا تجريب؟ ها؟ أصبحت هذا منهج تجريب. تجريب؟ هذا أصبح منهج تجريبي. مش مشان تجريبي، هو يعني بالدقة تجربة هي التجربة اللي فيها متغيرات وضبط. هذا تحليل. لكن التسمية مش قضية. لكن أنت زي ما تقول يا واحد من جماعة العلوم الصلبة ولا الدقيقة، ما تجيش تقول لي أنت مش علم لأنك أنت ما تجربش زيي، أنت ما عندكش معامل. نقول له أنا البدائل المتاحة لي المعامل مش فيهم، لأني ما نقدرش نجرب على بشر. واضح؟ أوكي. كيف يطور؟ إذا كان غير متاح
والله شوف تو أنت يعني أولاً بالتأكيد مناهج العلوم الإنسانية تطورت أصلاً هي تطورت كيف؟ يعني كان الإنسان يكتفي بالملاحظة مجردة مثلاً، الآن ممكن المسوح وما يسمى بالدراسات الحالة كيس ستادي وما يسمى بالكواليتيتيف مش كوانتيتيف ريسيرش، هذا كنا نراهن مناهج حديثة وتتطور، فلا شيء يحود أن نتطور مناهج العلوم الإنسانية ابتداء يعني. مش عارف إذا كان فهمت سؤالك. كيف؟ قضيتي مش في الأسم أنا. أوكي؟ يعني لا ما هو أنا ممكن نقول كلمة تجربة لا تطلق إلا على التجربة المعملية. أوكي؟ لكن قول لي ممكن نتوسع في كلمة تجربة بحيث أنها تهذينا نسموها تجارب مش مشكلة. أنا همني فقط درء أو منع أو الاعتراض على هذه النظرة الدنية للإنسانيات. أوكي. خليني نطلع لحاجة أخرى. أها. بس نبي نسأل، أنت لما حكيت عن السلوك يكون عقلاني، تختار السلوك يكون عقلاني. إذا كان فرصة في تحقيق الغاية أكبر من فرص أي بديل آخر. حتى ولو كان السلوك هذا غير أخلاقي. نعم. أيضاً عقلاني. لا شوف. أنا ما نقولكش إن باش يكون السلوك عقلاني يجب أن يكون لا أخلاقي، لا. أنا نقول لك هذا سؤال واحد تاني، يعني ممكن تسأل هذا السلوك هذا حكيم ولا لا، وبين تسأل به هل هو أخلاقي ولا لا. يعني مثلا تجريب على البشر راهو سلوك عقلاني، إذا كنت بتفهم بالضبط الظاهرة بتجرب عليهم لكنه مش أخلاقي. أوكي؟ لكن هذان سؤالان منفصلان. أوكي؟ أنا أعطيتك مثال الأساطير بدري. لاحظوا أنك العلم تذكروا شكلت بدري functionally and methodically، يعني منهج عنده منهج خاص وعنده أغراض خاصة، بدليل الأسطورة هدفها هو نفس هدف العلم اللي هو شنو؟ لكن منهجها مختلف، يبقى هي ليست علما ليس بسبب هدفها ولكن بسبب أسلوبها في تحقيق هذا الهدف. تعالوا للألكمي، مر عليكم الألكمي؟ ألكمي؟ الخيمياء؟ مش مر عليكم؟ جوجلت. الخيمياء هذا نشاط كان يمارس في العصور الوسطى ومارسه كبار العلماء من نيوتن اللي عند كبار علماء المسلمين. شنو فكرته؟ فكرته تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يبقى خلوا الحديد ذهب. وتجارب منضبطة نفس منهج العلم، وهم اللي اكتشفوا التقطير. ليش مش علم؟ لا نفس المنهج تعالى، لأن هدفه مش هدف. التفسير الظواهر، هدفه الثراء. واضح؟ هذا يؤكد أن للعلم مكونان أساسيان، هدفه وإيش وأسلوبه في تحقيق هذا الهدف. الآن الساعة 11:50 وأنا بطلت من الخبر، فهو مفروض أن 11 نكمله، فبنعطيكم فرصة اللي عنده أي حاجة يقولها. وطبعا زي ما قلت هو هذا this is the tip of the iceberg، يعني هذا مجرد نعطيكم فكرة. أنا في كتاب طالع متوفر الآن اسمه حساسات التفكير الناقد، كل اللي قلته اليوم قاعد وأكثر. أوكي؟ الكتاب موجود وين؟ في مكتبة اسمها شطيرة الكتب، مر عليك؟ معاذ. أوكي؟ وين ما في النفق تاع الحدائق بالجهة هذيك. أوكي. خلينا نسمع منكم.
احمد لقيت بعض الجزئيات مثلا زي الكل او الجزء اصغر من الكل تمام ان هي قد تكون في بعض الاحيان خاطئه بس انا مره قريت ان الجمله هذه قدت واجب عقلي لا تقبل النفي بحال كيف نقدر ما هو مجموعة السلف حتى كلمة واجب عقلا هذه تعبير سلفي واضح يعني هذا ما كان يقوله الأقدمون وعلى فكرة الفكرة هذه تخيلوا عطلت الرياضيات عقود وجديد لأن جاء كانتر واحد اسمه كانتر هو اللي بدأ يشتغل على المتناهي قبل محرم ليش لأن كيف في تناقض لا وفي حاجات ممكن بعض منكم يعرفها حاجات مش فقط مثيرة لل يعني تبدو متناقضة يعني هل تصدوا مثلا ان في اعداد بين الصفر والواحد عددها كم ها نو ترانس انفينيت افتمو ترانس يسمو فيها الاعداد المغله عارف ايش معناها مغله نو يعني مش عندنا لا متناهي هن اكثر كل كيف عرفوهن اكثر في اكثر من لا متناهي نعم في واذا كنت بتعرفها في حاله اسمها ذا دياجونال ارجومنت تشيكت دياجونال قطري ارجومنت very interesting يعني انت تخيل التالي بلكي نختموا بهذه فندق في عدد لمتناهي من الغرف اوكي فندق في عدد لمتناهي من الغرف وكله مسكون وجاء واحد بيسكن شو دير له ها لا في لا متناهي قاعدين كل واحد ساك انا سامع حاجه كيف واحد قال الحل يكون في ترحيب بالضبط مدير الفندق حيدير اعلان يقول معلش يا جماعه شوف رقم غرفتك كم وانتقل اللي تلاها غرفتك 177 عادي 178 178 عادي ايش حيصير بالطريقه هذه واحد تفضل صح تمام باهي جوك خمسة نفس القصة بس ما ينتقلش اللي تلاها ينتقل الرقم اللي بعدها بخمسة باش يفضل خمسة الأولاد بجاك لمتناهي حتى هي مش مشكلة يعني كل واحد يمشي للدبل متاعه يعني الواحد حيمشي للثلاثة واثنين حيمشي للأربعة وحيفضل في النص وحيكون لا متناهي لكن لما يجيك ترانس انفينيت ما عندك مدين له لأن العدد اوكي okay.